الترند اللي مجنن الناس في مصر، الترند اللي مجنن الناس في مصر، بس هنروح بقى للساحلة المستديرة ونشوف الدنيا فيها ايه ومباراة بكرة اخبارها ايه. هقول لك، الصراع في لقب الدوري المصري مشتعل، الاهلي حامل اللقب والزمالك متصدر الترتيب قبل 5 جولات من نهاية بطولة الدوري المصري. طبعا انفرد الزمالك بالصدارة بعد نهاية الجولة 29 والاسبوع 29 اللي شهد فوز الفريق الابيض على الاتحاد السكندري، على الاخضر السكندري، بهدفين مقابل هدف وحيد. في حين بيتعادل المارد الأحمر الأهلي مع الدراويش الإسماعيلي بهدف لكل فريق، أصبح رصيد الزمالك 67 نقطة وبيتصدر بهذا الرصيد جدول الترتيب بفريق نقطتين عن الأهلي اللي وصل إلى 65 نقطة. بكرة بقى في مباريات هامة جدا وربما تحسم مصير الدوري، واللي هتشهد لقاء هو واحد من أهم اللقاءات، الزمالك والإسماعيلي وكمان الأهلي وإنبي. زي ما الخبر ده بيقول، الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي والأهلي يتمسك بآماله أمام إنبي. وبدأ الكلام بقى عن إن الإسماعيلي يا معلم والدراويش ربما يكون هناك تهاون في المباراة والإسماعيلي يسيب الماتش للزمالك نكاية في الأهلي علشان يضمن صدارة الدوري. وإيهاب بلال عمال يصرح ويقول لك هنلعب وهنكسب، وناس تانية تقول لك ايه لا ده في كره من الدراويش للاهلي فهيسيبوا الماتش للزمالك، والزملكاوية بيتكلموا والدراويش بيتكلموا والاهلي بيتكلم، لكن بكرة المباراة هتكون حاسمة في مصير الدوري المصري. تمام يا بندق، مسموح لك تقول كل اللي انت عايزه على قناة الزمالك وتقول اللي انت عايزه. طب خلينا بقى نشوف رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ايه عن عن المباراة وارائهم ايه عن هذه المباراة. نشوف مع بعض، نبدأ بأول تعليق معانا. وجد الجويش بيقول يكفي الاستفزاز النفسي اللي شافه جمهور الزمالك والمعاناة النفسية، وتحس انك بتلعب ايام قراقوش مش في 2021 والعالم كله بيشوفنا واحنا بنمارس الفساد الكروي وبيضحك علينا. فين العالم يشوف الفضائح الكروية بتاعت الدوري المصري؟ كفاية فضحتونا. اللي بعده قال لك يا سيدي لو الدوري ده راح علينا يبقى احنا ما بذلناش الجهد الكافي للحصول عليه، وان شاء الله مش هيروح، ثم احنا لسه قدامنا كاس مصر وكاس السوبر الافريقي وكاس السوبر المصري وكاس العالم للانديه، لسه البطولات كتير، احنا الاهلي العظيم. اللي بعده اخر تويته معانا، الدوري المصري في 100 عقبه يا زمالك. والله احنا مش زملكاويه ولا حاجه، بس هي اخر تويته جت كده على حظك. وعلى كل حال خلونا ناخد تعليق ضيفنا عبر سكايب علاء الدين خالد الاعلامي الرياضي. برحب بيك علاء. علاء سامعني؟ يبدو كده ان الصوت مش واصل عند علاء. طيب برحب بيك علاء معايا. طيب لحد ما علاء يجهز، زي ما قلت لحضراتكم الكلام كتير جدا والكل بيتكلم عن المباراه، يا ترى الاسماعيلي هيسيب الماتش ولا. طب علاء بيشاور لي اهو ان هو سامعني كده. سامعني علاء؟ ايه؟ سامعني ولا لا؟ سامعك، انا سامعك. تمام يا علاء، زي الفل. ايه بقى رايك في اللي بيحصل يا علاء دلوقتي؟ الزمالك هيلاعب الاسماعيلي، ايهاب جلال عمال يقول تصريحات، بندق على قناه الزمالك وانت عارف عمال يتكلم، الدنيا رايحه فين يا علاء؟ طبعا يا استاذ احمد، ولا اقول يا كابتن احمد في البدايه، الدوري مشتعل. احمد بس، انا بقول علاء اهو، انت بتقول احمد بس. حبيبي يا استاذ احمد، يمكن الدوري مشتعل زي ما حضرتك اشرت كده، الاهلي والزمالك الدوري بقى على صفيح ساخن، خلاص فاضل 5 مباريات ولكن مشتعلين بشكل كبير جدا. الزمالك هيواجه نادي الاسماعيلي بعد ما الاسماعيلي تسبب في خساره الاهلي النقطتين ثمينتين، يمكن الاهلي تقدم في البدايه عن طريق محمد شريف اللي تعرض طبعا لضربه قويه للغايه باصابته ان هو هيغيب بعد كذا ماتش، يمكن ده عامل مفاجئ للغايه لمستر بيست موسيماني، خاصه مع اشتعال الدوري طبعا البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي. الاهلي واخد الدوري 42 مره، عينه على البطوله رقم 43 بالنسبه للدوري، الزمالك واخد الدوري 12 مره، عينه على البطوله رقم 13، لكن حتى الان ما تقدرش يا استاذ احمد تقول ان البطوله رايحه لفين؟ هل يا ترى رايحه ل 100 عقبه ولا رايحه للاهلي في الجزيره؟ الامر طبعا لن يحسم الا بال5 مباريات المقبله، خاصه لان الزمالك هيواجه الاسماعيلي ودي مباراه قويه جدا، يمكن الاسماعيلي قدام الاهلي بيكون قوي قدام الزمالك. طب انت شايف ان مباراه الزمالك والاسماعيلي هتكون قويه جدا يا علاء بلغه الكوره؟ انت راجل لعيب كوره وعارف طبيعه الماتشات دي. نعم. الزمالك مع الاسماعيلي
مع الوضع في الطرف الاخر الاهلي، ممكن المباراه فعلا تكون قويه جدا وسجال كده، والاسماعيلي يبقى عايز يكسب. يعني الحميه، خلينا نكون صراحه، الحميه طيب. عند اللعيبه والدافع اكبر بيكون امام النادي الاهلي. صحيح. ده بالنسبه للاعبي النادي الاسماعيلي. فكره انه الجماهير الاسماعيليه، كل مدينه اسماعيليه بيكون مباراه الاهلي دي بالنسبه لها بطوله، بالنسبه لها ان هم ما يخسروش، ده طبعا بينعكس على اللاعبين، بينعكس على مجلس الاداره، بينعكس على الجهاز الفني، على كابتن ايهاب جلال. لكن امام الزمالك الوضع بيختلف بعض الشيء، الدوافع طبعا بتقل بعض الشيء، خاصه طبعا بعد النتائج الجيده. ففكره انه تكون عندهم التوتر السخونه امام الزمالك زي ما هتكون امام الاهلي، لا، عشان نكون صراحه، لانه بلا شك انه اهواء الجماهير بتنعكس على اللاعبين، توجهات الجماهير بتنعكس على اللاعبين، فبلا شك انه الاسماعيلي امام الاهلي هيختلف امام الزمالك، لكن ده لا يمنع انه احيانا كتير جدا نادي الاسماعيلي بيكسب نادي الزمالك، في مرات كتيره جدا كسبهم، لكن هل يا ترى انه مع اشتعال الدوري، ما اعتقدش انه النادي الاسماعيلي ممكن يفرط في سمعته بشكل كبير جدا، لان احنا دلوقتي بقى عندنا سوشيال ميديا بيراقب كل شيء، بقى عندنا بلا شك محللين وبرامج رياضيه. مزبوط. وكل لعبه محسوبه، يعني انت لو الاسماعيلي فكر كده ولا كده، لا ما اعتقدش يعني، لكن في النهايه الدافع بيكون اكبر امام النادي الاهلي. طب تعالى ننزل الملعب بقى مع بعض علاء، ونشوف دلوقتي الغيابات هنا وهناك. يعني عندنا مثلا محمد شريف هيغيب بكره على اللقاء انبي مع الاهلي، عندنا برضو بن شرقي هيغيب بسبب ايقافه. شايف الغيابات دي ربما تؤثر في نتائج اللقاءات بكره يا علاء؟ طبعا هتكون مؤثره بالنسبه لنادي الزمالك والنادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي هتكون مؤثره بشكل كبير جدا قدام نادي انبي. محمد شريف هو هداف الدوري، هو هداف النادي الاهلي برصيد 19 هدف اخر مباراه، محرز هدف النادي الاهلي الوحيد، بيقدر ان هو يستغل من اقل فرصه وان هو يضع النادي الاهلي في المقدمه. لكن في كلا الناديين هناك لعيبه قادرين بالفعل على سد الفراغ، يعني حتى واحنا بنتكلم عن محمد شريف وان هو بالفعل سوبر ستار النادي الاهلي، وانه ساهم بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا الاخير، وان النادي الاهلي يحصل على دوري ابطال افريقيا بشكل مرتاح، وان هو بالفعل يبرهن على ان هو مستقبل الكره المصريه في الناحيه الهجوميه، وان هو حجز مكانه بشكل كبير جدا، فبلا شك النادي الاهلي هيتاثر، خاصه بانه البدائل سواء ولتر بواليا او حتى بعد ما طلع بالنسبه لصلاح محسن او طاهر محمد طاهر، اضاعوا العديد من الفرص وما قدروش ان هم يستغلوها، وما قدروش ان هم يترجموا الفرص اللي اتيحت ليهم امام مرمى الى اهداف امام مرمى النادي الاسماعيلي، فبلا شك انه ده عامل علامات استفهام كبيره حوالين انه هل النادي الاهلي هيتاثر بشكل كبير. لكن انا اعتقد بانه مستر بيتس موسيماني وكابتن السيد عبد الحفيظ وكل الجهاز الفني للنادي الاهلي هيكون ليهم تعليمات كبيره جدا للعيبه، هيكون هناك محاضره فنيه قويه جدا في محاوله ان هم يركزوا ان هم يقدروا يخلصوا اكبر قدر من الفرص ان هم يترجموها لاهداف. على الناحيه الثانيه، السؤال بتاع حضرتك فيما يتعلق باشرف بن شرقي، شفنا قد ايه انه لمساته فارقه جدا مع نادي الزمالك، والدليل على كده المباراه الاخيره امام نادي الاتحاد، هو اللي صنع الهدف لاوباما، وشايفين اشرف بن شرقي لاعب بالفعل موهوب، لاعب بيقدر يخلص. في حد يعوض غياب اشرف بن شرقي علاء برايك بشكل فني كده؟ حد يعوض غياب اشرف بن شرقي في الزمالك؟ الزمالك ما يحسش ان اشرف بن شرقي غايب؟ يعني برضه نادي الزمالك نادي كبير، وحتى واحنا شايفين انه شيكابالا احيانا لما بيجي يلعب. انا قلت ان هو نادي صغير يا علاء، انت هتزعل جماهير الزمالك مني ليه يا علاء؟ انا ما قلتش، انا باكد على كلامك يا استاذ. طيب تمام يا علاء. فبلا شك انه زي ما انت اشرت انه اشرف بن شرقي لاعب موهوب، وان احنا هو ده اللي هيخلينا نطرح علامات استفهام، هل في حد هيقدر يسد مكانه؟ انا اعتقد ان نادي الزمالك برضه نادي كبير، معاه شيكابالا، معاه نجوم اخرين تقدر ان هي، مع اوباما، مع برضه كل الكتيبه اللي من خلالها ان هم يحققوا البطوله، فبلا شك انه الدوري حتى الان لم يحسم، وحتى شفنا عبد الشافي، يعني عبد الشافي ترجم انه بالفعل هناك عامل حافز كبير جدا لنادي الزمالك ان هم عاوزين يصالحوا جماهيرهم وان هم يحققوا بطوله الدوري بعد ما خرجوا من دوري ابطال افريقيا، وبعد شايفين جماهير النادي الاهلي عايشه حاله كبيره من الفرحه، والنادي الاهلي مكتسح كل البطولات. نعم. وهو المرشح الاوفر حظا حتى بالنسبه للدوري، كان برغم حتى من تاخره بنقطتين، لكن بيظل انه النادي الاهلي ليه قيمه كبيره، وفي اي وقت بيقدر ان هو يعود. نعم. وطبعا في ضغط مباريات كبيره جدا على كلا الفريقين، سواء بالنسبه للاهلي او بالنسبه للزمالك، ده احنا مش هيريحوا غير ماتشين، غير يومين، يعني كل ثلاث ايام ماتش، وده عيب كبير جدا على الاهلي او الزمالك. حتى انا شايف ان ممكن الاثنين يضيعوا نقط جديده كمان، خاصه ان هم هيواجهوا فرق
بتصارع على المقدمه، وفرق أيوة. ايضا بتصارع على الخروج من دائره الهبوط. طيب انت الكلام معاك ممتع يا علاء والله ورائع جدا، واتمنى ان احنا كنا نكمل اكتر من كده. حبيبي. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد هيكون لنا لقاءات كتير إسلام. في الكلام عن الساحره المستديره، والكلام في الساحره المستديره إيه. يبقى احلى معاك يا علاء. بشكرك شكرا جزيلا.